وتستمر بنا الحياة بكل ما فيها، وكأنها درس يردد كيف نحياها ونحييها. وتستمر بنا الحياة بكل ما فيها، وكأنها درس يردد كيف نحياها ونحييها. الناس للناس ولا منا من استغنى، كل مهم دون فرد مستثنى. لا شيء صعب إن تكاتفنا وغررنا، يا سعدنا بحصادنا إن نحن أحسننا. إن نحن أحسننا، نحن أحسننا. أليست هكذا الدنيا تسير ولا تقف، ومهما طالت اللحظات حتما تنصرف. ومن منا بلا حلم يسير بلا هدف، فماذا إن تعثرنا سوى أننا نقف. وتستمر من الحياة بكل ما فيها، وكأنها درس يردد كيف نحياها ونحييها. في هذا اليوم اللي نحن نصور فيه وصل العدد إلى 14,493 شخص مات بسبب الجوع، و94 والرقم يزيد 95. هذا الرقم عمره ما راح يوقف إذا ما تكاتفنا وتعاوننا لمحاربة الفقر في العالم. مبادرة بسيطة نطلقها اليوم يمكن تقلل من هذه الأرقام. مبادرة الناس للناس لحفظ النعمة اللي راح نبدأها في الأردن من خلال هذه السيارة اللي راح تروح للمطاعم، قاعة الأعراس والمناسبات، الفنادق، أي جهة عندها أكل زايد نظيف ممكن يستفيدون من الناس. نحن دورنا أن نجيب هذه السيارة ونأخذ الأكل. وهذه واحدة من المبادرات اللي نجحت في كثير من الدول، هي مش جديدة، احنا فقط نذكر فيها ونحاول نجددها ونطبقها في الأردن وإن شاء الله في أماكن كثيرة في الوطن العربي. كل جهة راح تشارك معنا بنحط الشعار مالها على هذه السيارة، وراح يلف في عمان وإن شاء الله راح نروج له ويساعدنا في العمل الخيري. مبادرة جميلة بسيطة، نتمنى أن أصحاب الخير يشاركون معنا فيها لأن كثير في ناس محتاجين. ما شاء الله صار عندنا مطعم في عمان، وهذا المطعم من أهم الداعمين لمبادرة حفظ النعمة. كيف حالك أستاذي؟ الله يبارك فيك. هذه الوجبة علبتوها؟ لا. طيب هذه الوجبة وهذه طريقة التاليب، وإن شاء الله تروح لمستحقيها. المطعم فيه كل شيء، مشاوي، ملحمة، شاورما، الصمون موجود صح؟
الله أكبر، سويتم سندويتش على السريع. أجمل سندويتش ممكن تأكلها في عمان. شكرا يا شباب. بسم الله، بدينا أول رحلة في هالسيارة الجميلة. يلا امشي. السلام عليكم. هذه واحدة من أبسط المبادرات في التكلفة وفي التنفيذ، لكن محتاجة فقط شباب عندهم حس التطوع يشتغل فيها وينجحها. عملية ترتيب وتنسيق بين المطعم والمطاعم الأخرى المتبرعة والأمور مشت، إن شاء الله راح تعمل فايدة. عدد المستفيدين اللي راح يستفيدون من هذه المبادرة كبير إذا أحسننا استخدام هذه المبادرة وتنفيذها. اللي يشتغل فيها ممكن متطوع، وإحنا محتاجين كثير للعمل التطوعي، لأن هذا اللي يغير فينا وهذا اللي يعلمنا ويخلينا نشوف صدق الناس اللي محتاج. الناس راح تستلم الأكل من هذه الثلاجة وإن شاء الله يكون نظيف وسليم. 20 ثلاجة والحمد لله وزعناها في عمان، ويا رب نوصل لـ100 ثلاجة. كل ثلاجة راح يكون عليها رقم تواصل للناس اللي حابة تتواصل معنا وتشارك في هذه المبادرة. الحمد لله نزلنا الأكل، ويا رب الناس تستفيد من هذه المبادرة. هذه السنة وفرنا حلولا في التعليم، البطالة، الأمن الغذائي، السكن، العمل الخيري والصحة. أنا كلها من إذا يشوف أوقف رجلي لو أنا مت بعد شرعي. سبحان الله، يمكن رب العالمين بعتنا كده عشان بس نقعد معاك ونشوف ابتسامتك. بدين الحب آمنا، سنحييه ولن يفنى. بنو الإنسان فطرتنا، لبذل الخير تدفعنا. عطاء واجب منا، بلا فضل ولا منا، ولا حتى لكي يحكى غدا للناس أن كنا. عطاء أينما كنا، لتلقى روحنا جنة. سلام تطمئن به قلوب آمنت معنا. بس كنت تبدأ زراعة وزدين، هاي العملية غير موجودة هون بكردستان، وكمان بدها معالج من هون لـ10 سنين، وعندها أصبع مفتوح كمان. الله يحفظها. عملية، والولد كمان إيده بده عملية ومكشوفة. هكذا الدنيا تعلمنا، فلسنا من بني العذار. الحمد لله والشكر، ليان بلشت علاج مع بنتي ليان من شي 6 شهور لحديث الآن، والحمد لله عملوا لها عملية لعيونها وعيونها صارت أحسن، ومبلشة لها بصناعة أذن بلاستيكية لتتركب على أذنيها. لسه بدها أسبوع أسبوعين لتخلص، وهلا كل شهر هي وإخواتها عم ياخدوا يحضروا جلسات ليزر لوجههم لأيديهم، وإن شاء الله في تحسن على وضعها وفي حياتها. آمنا سنحييه ولن يفنى. Thank you.
تتزوج؟ تقريبا يتزوج بس ما يتزوج. ليش؟ ما عندي فلوس. مال ابي يقول يلا اني طمن عمري كبير. انا ما شافني ولد. يعني يقول لك انت كبرت وما شفنا اولاد. ايوه. فرحة ابني يعني ما ادري كيف اوصفها، يعني اللي شفته العين يدمع. وسألته ليش تبكي؟ قال من الفرح. وهاي يقول دموع الفرح يسمونه، يعني شفته وجه ثاني، يروح الغيم ويطلع القمر، وجه هيجي طلع. هو ايضا هم ما يصدق، يقول لي يابا والله ما اصدق، انت شلون هاي شلون؟ قال لي يابا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني يمكن هذا أبسط الأشياء يا أمي ممكن نقدمها لك، بس إن المكان شوي يكون أنظف وأنت ترتاحي، يعني تشمي حاجة حلوة، تنامي على حاجة مريحة. يعني المرتفع دي مريحة هي حيث نقعد. طيب حنجيب لك حاجة طبية أحسن. أنا كان حالتي لا تصر الخاطر، كنت نايمة على حتة كنبة وحتة بطانية، وده وقت حالة تغير بدل حالي مية مية، بوجود الناس الحلوة اللي دخلتني تمامولي كل حاجة، ربنا يسلمه من الوحش وبارك له ويسترها معهم، ستروني يسترها معاهم. مبسوطة مية مية، انبساط للآخر. أنا مش عايزة حاجة من الدنيا، أنا عايزة أشوفكوا بس بالدنيا كلها، دخلكوا عليا بالدنيا دي كلها. انت الحين وين ساكنه؟ هسه انا كني ساكن ببيت ماجره. ايه. وابو البيت اطلع القراض مالتنا ولقحن برا عبنا ما ندفع اجار. لقحن يعني رماح. ايه زيتن بالشارع. ايه. وقمنا وقعدنا عند بيت ابن اختي. طيب ليش طلعكم ابو البيت؟ يريد فلوس، يريد اجار. للخير اشكال كثر، كف الاذى طيب الاثر، بنصيحة علم بنا أو بسمة ملء الثغر. هذا كل اللي جايبينه من الدنيا. جزاكم الله خير، كل فضل عليكم وطابكم العافية. هاي الثلاجة زادنا، وهذا البيت وهاي الغسالة وهذا البيت كله لنا، كل فضل عليكم. وهذا زادنا هذا الطلاب. أنا أمنيتي أن يكون لي مزرعة خاصة، وأن يكون منحلي خاص، بيتي خاص، ويكون بالي مرتاح. خلاص البال الحين مش مرتاح؟ البال الحين مش مرتاح. ليش؟ بسبب الوضع. ذقت السعادة حينها، روحي سمت بعطائها، قلبي اطمأن، قلبي اطمأن. إجانا الخير وإجانا رجل اسمه غيث، فهذا الرجل في يوم وليلة جهزنا المنحل وجهزنا الاحتياجات اللي نحتاجها داخل المنحل. وتنظرون اليوم احنا ننتج عسل، فعمل الخير ليس له حدود، واحنا اليوم بدينا بجني منتوج العسل من الخلايا النحل، فبدينا ان نوزع للناس اللي هي محتاجه او الناس اللي لديها بعض الامراض اللي ممكن ان يشافيها منتوج العسل. قد حان الخير وما أجمل أن نحيا. بادرة محور الأمية بالمخيمات،
شيء ان شاء الله يكون عمل خير لكل سنين يا رب يا رب، خصوصا هاي الفئه اللي هم اطفال. لامس روحا ما ياست من طلته، فالامل سيهطل غيثا ان نتبناه. هنجيب مجموعة تكاتك هننزلها في السوق وتشتغل لك وتستمر بنا الحياة بكل ما فيها، وكأنها درس يردد كيف نحياها ونحييها. اللي في الظرف هذا عشان تكمل دراستك. تمام، شكرا. وتوقف شغل وترجع وتفيد أهلك، وممكن نسوي لك مشروع في نفس الوقت انت ما تشتغل. كيف نحياها ونحييها. انا ابنك الصغير وجايبي لك هديه، الله يبارك فيك. الله يديك العافيه. الهديه في كشك هنا، هذا صار ان شاء الله من نصيبكم. هذا الكشك انت مأجره؟ ايوه. من وين مأجره؟ والله مأجرة، ومن مرة هناك مرة بنات صغار أمه متوفية. أجرتي منهم؟ أيوة مأجرة منهم. هي شو كانت معاقة الأم؟ الأم توفيت. توفيت الله يرحمها. وهذا كان الكشك لهم؟ أيوة. الكشك ده في زول خيري بيجيب لهم. بيجيب أداهم الكشك. أداهم الكشك؟ أيوة. والبنات بيقروا وما بيقدروا يشتغلوا. فانت اجرتي منهم وتدفعي لهم؟ ايوه فعلا. شهري؟ ايوه ان شاء الله. يعني انت اجرتي عشان انت تستفادي منهم ولا عشان تفيدينهم؟ عشان افيدهم. والله؟ والله. والله هسه انا شفتها في حاجات، لو فتحت لك يعني اظن لي شهرين ما اشتغلتها. سبحان الله. خدتهم بس فيهم. وكان في امكانية ارجعوا لهم يعني. لكن نحن عشان هم قالوا لي ما عندنا زول يشتغل فيه. سبحان الله. قلت لهم خلاص انا مشغله حتى زي مخزن. وهم عارفين ان انت تساعدينهم ولا ما قلتي لهم؟ لا. سبحان الله. يعني هذا فكره الكشك هذا كانت تفيد ناس، لكن سبحان الله هم ما عرفوا يستفادوا منه. انت خذتيه واجرتيه منهم، والحين هم قاعدين في البيت يستفادون منه. نصيب. ايوه. مين اللي وزع الاكشاك هذه؟ والله ما عارفه، ما قالوا لك مين؟ خيري ناس. كان هم اجروا منهم. في ولد ما اجروا منهم هنا وما بيدين قروش. سبحان الله. يلا انا اجرت منه وفي النهايه عرفت انه هو ما قاعد يديهم. كان ما اجروا منهم بحاجه رمزيه ذاته وما بيديهم. سبحان الله. لما لقيت انه هو ما قاعد يديهم قروش ثاني بتعاملت معاهم هم. سبحان الله. يعني انت طبقتي مبدا الناس للناس. الحمد لله. سبحان الله. طيب الزول اللي كان يوزع لهم الأكشاك هذه هو أنا. والله سبحان الله. وأنا معي فريق كبير، يعني إحنا سبحان الله إحنا كنا نشتغل في هالمجال. أيوة. شفتي برنامج يطلع في التلفزيون واحد يقدم اسمه غيث؟ أيوة. أهلا وسهلا. سهلا سهلا كثير والله. شو سبحان الله يعني المشعر الجديد. أنا كان نفسي أقابل الزول اللي قاعد يساعد الناس في صوبة الجزاء. والله شوفي سبحان الله، إحنا ما كنا جايين عندك، إحنا نزور العائلة اللي هناك. إحنا والله اللي شدنا هذا، وكنا سبحان الله يعني إحنا ما عرفنا المشروع مشى ولا ما مشى، لكن سبحان الله يعني خيره بعده موجود، يعني حتى صار قديم وسبحان الله. طيب إحنا عندنا حلين. أم مين أنتي؟ أنا اسمي ندى. يا أستاذة ندى. ندى فاروق. طيب أنا انت راح توصل لك هديتك ان شاء الله. هذا رزق من الله كاتب لي. الحمد لله. هذا نتفق معه راح يمشي. انت كم تعطيهم في السنه؟ لا في السنه بديهم بالشهر. في الشهر كم تعطيهم؟ في الشهر 6000. 6000. طيب احنا راح نتفق على اللي موجود هنا مشي لهم لمده سنه، فاحنا اعتبري احنا اجرنا منك الكشك مره ثانيه ان شاء الله. انت راح يوصل لك كل فتره الشهري وتسلمي لهم ان شاء الله. وهذا ممكن تستفيد منه وتستفيدين منه يا رب، وراح توصلك هديتك ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. لان انت تسوين خير ان شاء الله. ان شاء الله راح نكون معاكم في الجروب واللي نقدر نسويه ان شاء الله. ان شاء الله. يا رب. الله يبارك فيك. الله يخليك. شكرا، يعطيك العافيه.
نحلم في يوم من الأيام ألا يكون هناك فقير في العالم، ولأن لكل منا دوره سعينا لتقديم ما أمكن من حلول. كان للمخيمات هذا العام نصيب من مبادراتنا ومشاريعنا، ولله الحمد استطعنا أن نفتتح مدرسة، وهناك مجموعة مدارس ستفتح قريبا. بعد حلقة أيتام المخيم إن شاء الله ستتم كفالة جميع أيتام المخيم الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية. وفرنا البيوت البلاستيكية والمواشي والمناحل لتمكين اللاجئين والنازحين من العيش الكريم، وسنستمر بإذن الله بتوفير هذه البيوت البلاستيكية لأكثر عدد ممكن في مخيمات أخرى. بعد حلقة دار العطاء تمت كفالة قرابة 1000 طفل يتيم، وقد بدأنا بأولى مراحل تنفيذ المبنى الجديد للأرامل والأيتام. أطلقنا مبادرة لتسديد الديون، وفرنا الحلول المتنوعة لمن يعانون الشلل، أجرينا عمليات المياه البيضاء والزرقاء لمن يعانون منها، وحققنا ما أمكننا من أمنيات البعض، وفرنا مساكن، أراضي زراعية، مشاريع، علاج، حلول تعليم وفرص عمل. غيرنا حياة ورسمنا فرحة. رغم الحرص ومحاولات التخفي، إلا أننا في حالات عديدة نجد أن لا الحرص ولا التخفي أجدى نفع، فيتعرف علينا الأصدقاء. أعتقد عرفتك. أعطيني اسمك. اسمي غيث. الله عرفتك. تابعتك كثير أنا. دعيت من الله أنه ألتقي بك. معرفتهم، دعاؤهم، كلامهم سبب لسعادتنا، وصدق شعورهم سبب لمواصلتنا الطريق. الله يسترك ويفرحك. انا بص لو مش عارفه اقول لك ايه، ابوسك ولا بصك؟ بوسي هو. ثم ياتي الفرج. يسجد الإنسان لربه إذا تحققت أمنيته واستجيبت دعواته وتغير عسره إلى يسر. يا رب أشوفه أفضل وأنا أحب سماك يا الله. أصل أباك ما بتسمعك يا الله يا الله يا الله. أنت لبيت لي طلبي يا الله وما رجعت خايف. نشكرهم لأنهم منحونا بهذا السجود أكثر مما منحناهم، وأفرحونا أكثر مما أفرحناهم. الفقر والغنى ابتلاء للبشر، لكن علينا أن نجتهد، أن نسعى للنجاح في هذا الابتلاء. سألنا كيف نقلل الفقر في العالم، والأجوبة التي أخذناها من الناس هي في الحقيقة حلول جذرية لتقليل الفقر في وطننا العربي. والله منطقتنا يعني ما أعرف، احنا لازم يعني توفير فرص العمل الحقيقية الصحيحة يعني. حلو. يعني تكون عادلة، كل يعني كل شخص يهنا مصدر رزق انه يكفي حاجته. اخي الكريم، الفقر في العالم هو أول شيء ابتعدنا عن الدين سبحانه وتعالى، واصبحنا نصلي ولا نعرف الله شو بده منه. حب لنفسه، حب لاخيك ما تحبه لنفسه. الفقر اول شيء يراد تشغيل الشباب. لو كل واحد معاه ويقتنع بربنا في رزق جاي له،
ويعرف يستغله صح مش هيبقى في فقر. اساعدهم يعني ما صد يعني من اكبر اساسا قال انا انطي الفقير انطي رب العالمين. اتوقع مشروعيه زكاته على العباد لو الناس اطلعوا هذه الزكاه لو كل منطقه اغنياءها فيها اطلعوا هذه الزكاه صدقا يكون كل حي او كل منطقه هم فيها بقول لك ما في عندهم فقراء. في اخر يوم في رمضان احببنا ان نسعدكم بزياره اصدقائنا من المواسم القديمه. طمنا شو الاخبار؟ احتاج لك كثير. الله يبارك فيك. خدت غيبوبه وكنت اتمنى اني ما اصحى بس قلت له والله الا يجي خير. الله يبارك فيك تفضل. وانت فخر لكل يعني ليبي ومسلم عربي والله. شافني عربي انت دائما كلامك جميل. باقي قادر اعبر باقي قادر ما كله ما يجيش بدواخلي يعني. قلت له سعيد مات؟ حكى لي لا ما مات. ما نقدر نعوضك عن سعيد لكن احنا معك ان شاء الله.